مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى الوضعية الجوية مستقرة، هذا ببقاء كل عناصر المناخية مستقرة. إذا خلال نهار اليوم تبقى أجواء مشمسة تميز كافة ربوع الوطن، رغم انتشار بعض السحب العليا التي تبقى بدون فعالية نحو الجنوب الغربي، كذلك بمنطقة الأوراس، لكن نتيجة لهبوب رياح معتدلة ستعمل على نشاط بعض الزوابح الرملية بالجنوب الشرقي، الصحراء الوسطى، مرتفعات الهوغار إلى غاية أقصى الجنوب. الرؤية تكون ضعيفة محليا. الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم ستبقى تفوق المعدل الفصلي، مقاييس ما بين 25 إلى 27 درجة نحو السواحل، تقارب 23 درجة بالمناطق الداخلية، 26 درجة بشمال الصحراء بالواحات، 28 درجة بالتاسيلي، كذلك بالثورة، 32 درجة من تندوف نحو إن صالح، وأخيرا ترتفع إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم، البرودة ستبقى محسوسة بالمناطق الداخلية، 6 إلى 9 درجات، ترتفع إلى 14 درجة محليا بالسواحل، 14 أيضا منتظرة بمرتفعات الهوغار، بإليزي، 11 ببسكرة الواد المغير، كذلك بغردايا، 17 بأضرار بتندوف أقول أضرار إلى غاية إن صالح، والعشرين درجة على مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب، وهذا على السواحل الشرقية، الرياح تبقى ضعيفة على العموم. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة 5 مساء و41 دقيقة، طبعا التوقيت يناسب العاصمة وضواحيها. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.